في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هل الكتابة واجبة في هذا الأمر؟ لا، الأمر هنا للإرشاد وليس للوجوب، للإرشاد وليس للوجوب، لأنه توثيق. إذا وثق بعضهم من بعض وأمن من المدين ما هو بلازم الكتاب، هذا أمر إرشاد، مثل أخذ الرهن، مثل أخذ الكفيل، هذه توثيقات فقط. نعم.